السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوان الطلاب، أخوان الطالبات، أرحب بكم في المحاضرة المباشرة الثانية لمقرر الإدارة العامة. إن شاء الله بهاي المحاضرة راح نغطي جزء من اللي هو الفصل الرابع اللي مش متوفر عندكم بالمحاضرات المسجلة إن شاء الله، وبعد هيك راح نطرح مجال الأسئلة والاستفسارات. وهذا الفصل راح نتحدث فيه عن وظيفة مهمة من وظائف الإدارة اللي هي the organizing أو التنظيم. راح نتعرف على شو هو المقصود بمفهوم التنظيم. والتنظيم زي ما احنا شايفين هو الفصل الرابع من المقرر تاعنا. نعم، من محاور هذا الفصل اللي هو المحور الأول اللي هو مفهوم التنظيم، وإيش هي كمان الـ benefits اللي ممكن نحصل عليها من التنظيم، إيش هي فوائد التنظيم، وإيش هي مبادئ التنظيم والتنظيم الرسمي والتنظيم الغير رسمي وإعادة التنظيم والتنظيم في الإدارة الإسلامية. هاي هي المحاور الموجودة بهذا الفصل. بعض هذه المحاور موجودة عندكم بالمحاضرات المسجلة، والبعض الآخر إن شاء الله راح نشرحه في هاي المحاضرة، وبعد هيك راح نفتح مجال الأسئلة والنقاش. نعم، أول شيء راح نتعرف على اللي هو مفهوم التنظيم. إيش هو الديفينيشن للتنظيم المقصود فيه اللي هو الأورجانيزينج أو الأورجانيزيشن؟ زي ما احنا شايفين في هاي الشريحة في عنا مدلولين لمصطلح التنظيم في اللغة العربية، وهما واحد التنظيم الهيكل الذي يضم مجموعة من الأفراد بينهم علاقات معينة ويسعون لتحقيق هدف مشترك. مقصود هون انه مجموعة من الأفراد بيكون في لهم هدف مشترك بيحاولوا يشتغلوا على تنفيذه وتحقيق هذا الهدف، كما ما هو موجود عندنا في اللي هو المدلول الثاني. هو عبارة عن وظيفة من وظائف الإدارة أو الوظائف الإدارية تمثل في وضع نظام منسق لعلاقات العمل بين عناصر منظمة بغية تحقيق الهدف المشترك. نعم، كلها بتركز على اللي هو وجود مجموعة من الأفراد، وهذول المجموعة عندهم هدف معين راح يركزوا عليه ويشتغلوا عليه بشكل فاعل وفي كفاءة عشان يقدروا يحققوا هذا الهدف. هلا راح نتعرف على فوائد التنظيم. في عنا عدة فوائد للتنظيم راح نتعرف عليها ونشوف ايش هاي الفوائد بشكل تفصيلي. كما يعني التنظيم زي ما احنا عارفين هو وظيفة المضافة الإدارة المهمة، سواء الإدارة العامة أو إدارة الأعمال، هو يعني جزء مهم، وهو بركز دائما على اللي هو توزيع الصلاحيات على الناس الموجودين في المنظمة أو في المؤسسة. وعشان هيك مهم جدا يكون في عنا تنسيق مناسب لهاي الوظيفة والعمل عليها بشكل مناسب وبشكل يحقق الكفاءة، لأنه مهم جدا أنه نضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. بالتالي التنظيم قدر الإمكان إذا اشتغلنا على هاي الوظيفة بشكل مناسب أو بشكل علمي بنحقق هذا الشيء اللي هو وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب من حيث أعطائه الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للقيام بالعمل المطلوب منه. زي ما احنا شايفين بهاي الشريحة التنظيم ليس هدف بل وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة بطريقة أفضل وبأسلوب أكفأ، وتتمثل فوائده بما يلي. يعني زي ما احنا شايفين انه في عنا هدف مهم جدا التنظيم بيسعى لتحقيقه، وهذا الهدف هو يعني الأساسي في فكرة التنظيم.
ومهم جدا كمان تحقيق هذا الأسلوب في نوع من اللي هو الكفاءة اللي احنا بنسميها الإفيشنسي. المقصود بالكفاءة اللي هو وصول الأهداف بأقل جهد أو تكلفة ممكنة. بالتالي مهم جدا إنه نحقق الأهداف ونحققها بأسلوب كفؤ وفي فاعلية. هلا زي ما انتم شايفين حضراتكم في عنا عدة فوائد للتنظيم، راح نمر على هاي الفوائد ونعرف ايش المقصود بهاي الفوائد. اول هاي الفوائد اللي هو تحقيق التناسق والانسجام بين الأنشطة وتجنب الازدواجية والتضارب، يعني هاي الفائدة جدا مهمة اللي هي بتركز على الكونسستنسي والهارمونايز بين الأنشطة الموجودة، تركز على عملية التناسق والثبات والانسجام بين الأنشطة عشان نتجنب اللي هو الدبليكيت. الدبليكيت المقصود فيه اللي هو الازدواجية، المقصود بالازدواجية انه الشخصين بيقوموا بنفس الوظيفة. اذا كان في عندنا تنظيم مناسب وهذا التنظيم اشتغلنا عليه بشكل علمي راح نتجنب اللي هو الدبليكيشن او الدبليكيت اللي هو الازدواجية. نعم، الفائدة الثانية اللي هو اسناد المهام للاشخاص المؤهلين لتأديتها مما يجعل المنظمة تستفيد من قدراتهم وامكاناتهم. هون يعني مهم جدا انه نحط الشخص المناسب بالمكان المناسب، واكيد هذول الاشخاص المؤهلين اللي بيشتغلوا معنا مهم جدا انه نعطيهم يعني مسؤوليات وصلاحيات مناسبة لقدراتهم وامكاناتهم الموجودة عندهم، يعني اشي براعي الكابيليتيز والسكيلز الموجودة عندهم، براعي يعني مهاراتهم وقدراتهم على العمل. الفائدة الثالثة اللي هو تحديد العلاقات بين الافراد، ومهم جدا انه هذا التحديد يتم بطريقة دقيقة، وهذا بيخلي كل فرد بيعرف واجباته تجاه رؤسائه ومرؤوسيه. هون يعني كل شخص بيعرف شو إله وشو عليه، يعني الرئيس بيعرف ايش مطلوب منه والمرؤوس بيعرف ايش مطلوب منه. كذلك في عنا وظيفة او اسف في عنا كمان فائدة رابعة للتنظيم اللي هو تسهيل عملية الرقابة من خلال تحديد الخطوات والإجراءات التفصيلية لكل عمل وتحديد معايير الأداء. مهم جدا يكون في عنا رقابة، وبنعرف الرقابة هي عبارة عن مقارنة بين النتائج اللي حصلنا عليها وبين الأهداف اللي احنا وضعناها، وبالتالي مهم جدا تكون عملية الرقابة موجودة عنا. ومهم جدا كمان اللي هو نحدد الخطوات والإجراءات التفصيلية اللي ممكن يعني نرجع لها ونستخدمها. هلا كمان في عنا فائدة خامسة اللي هي تسهيل انتقاء المعلومات داخل المنظمة بإحداث شبكة تحدد خطوط السلطة والمسؤولية، بين قوسين اللي هو قنوات الاتصال الرسمية اللي بنسميها الفورمال كوميونيكيشن شانلز، اللي هي مقصود فيها قنوات الاتصال الرسمية. بنشوف كيف بتتم عملية نقل المعلومات وعملية التواصل داخل الأورجنايزيشن أو يعني داخل المنظمة أو داخل الشركة. كذلك اللي هو الوظيفة السادسة أو يعني الفائدة اللي ممكن نحققها اللي هو تمكين المنظمة من استغلال أفضل مواردها من خلال تحديد مهام كل فرد. كمان هون التنظيم او وظيفة التنظيم بتساعد على اللي هو utilization للresources الموجودة عندنا. utilization مقصود فيها اللي هو استغلال افضل للresources الموجودة عندنا، استغلال افضل الموارد الموجودة عندنا من خلال تحديد مهام كل فرد. يعني كل فرد عندنا بمنظمة او الشركة بيكون عارف ايش مطلوب منه tasks، ايش مطلوب منه مهام، وعلى اساس هالمهام هو بيشتغل. وهذا الاشي بيساعدنا انه افويدنس لا اللي هو الدبليكيشن، يعني بيساعدنا نتجنب اللي هو عملية التكرار او الازدواجية اللي حكينا عنها قبل شوي، وهذا اكيد بيوفر بالموارد الموجودة عندنا. الفائدة السابعة للتنظيم اللي هو تسهيل عمل الافراد في المنظمة كفريق واحد يتبع
نفس الهدف. يعني هون بيكون في عنا فريق عمل من عدة جهات مختلفة، وهذول الجهات بيكون في نمط تنظيمي أو في شكل تنظيمي معين، بيشتغلوا بتوقع واحدة عشان يحققوا الهدف اللي هم بسعوا لإله. يعني بنعمل ميل داون، يعني عملية تجميع لكل المهام والوظائف اللي ممكن نقوم فيها عشان نصل للي هو الهدف النهائي اللي بتسعى له المنظمة أو الشركة. كمان من فوائد التنظيم اللي هو تحديد مصادر السلطة الرسمية للمنظمة على أساس تسلسل هرمي. يعني هون بيكون في عنا سلطة رسمية موجودة بالمنظمة، منرتب هاي السلطة على أساس أو على على شكل هرمي. يعني التوب مانجمنت بيكون في لهم يعني سورسز معين للاثوريتي، يعني بيكون في عندهم مصادر معينه للسلطه. كمان اللي هو الميدل مانجمنت الاداره يعني الوسطى بيكون في لهم مصادر معينه للسلطه. كذلك اللي هو اللور مانجمنت الاداره الدنيا بيكون في لهم يعني نوع معين من السلطه، بتكون هاي السلطه معطاة لهم وبيشتغلوا ضمن هاي السلطه المناسبه لكل هرم او كل يعني جزء بهذا الهرم. هذا بما يتعلق بالفوائد اللي ممكن نحققها من عملية التنظيم أو من وظيفة التنظيم. هيك احنا بنكون خلصنا البنفيتس أو الأدفانتجز اللي ممكن نحصل عليها من عملية التنظيم. هلا راح ننتقل بحديثنا على موضوع آخر من مواضيع هذا الفصل اللي هو الفصل الرابع، اللي هو مبادئ التنظيم. ايش هي البرنسبلز تاعت الاورجنايزيشن، ايش هي المبادئ تاعت التنظيم او وظيفة التنظيم. هلا في عنا عدة مبادئ، وهاي المبادئ بنلخصها بالمبادئ السبعة موجودة عنا. راح نمر على هاي البرنسبلز، على هاي المبادئ، ونعرف ايش المقصود بكل مبدأ وايش الحيثيات او التفاصيل الموجودة في كل مبدأ من هاي المبادئ الموجودة عندنا. هلا the first one، اول مبدأ اللي هو مبدأ وحدة الهدف، اللي هو عندنا unified objectives او goal، يعني عندنا هدف واحد الكل بده يشتغل عليه. كذلك الهدف الثاني اللي هو مبدأ التخصص وتقسيم العمل، اللي ممكن نسميها اللي هو الديبارتايزيشن والسبيشاليزيشن برينسيبل، اللي هو مبدأ التخصص وتقسيم العمل. كذلك المبدأ الثالث هو مبدأ وحدة القيادة، بين قوسين وحدة الأمر، انه في عنا يعني one leadership، عنا قيادة واحدة هي بتكون مسؤولة عن هاي المنظمة وهاي الشركة. كذلك في عنا مبدأ رابع اللي هو مبدأ نطاق الإشراف، اللي هو السوبرفيجن أو الأوفرسينج. إيش هو النطاق المناسب للأوفرسينج أو السوبرفيجن لهاي المنظمة أو هاي الشركة. كذلك في عنا مبدأ خامس اللي هو مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية، اللي هو بركز على اللي هو الإيكواليتي بالأثوريتي والرسبونسيبليتي. مهم جدا يكون في عندي تكافؤ بالسلطة اللي حكينا عنها اللي هي authority و responsibility اللي هي المسؤولية. كذلك مهم جدا يكون في عنا اللي هو المبدأ الثالث اللي هو مبدأ تفويض السلطة، اللي احنا بنسميه delegation. و delegation مصطلح او مفهوم جدا مهم في علم الادارة العامة، راح نتعرف عليه ان شاء الله بشكل تفصيلي من خلال توضيح هذا المفهوم. كذلك في عنا آخر مبدأ اللي هو المبدأ السابع اللي هو المركزية واللامركزية، اللي هو centralization والنون أو decentralization. يعني centralization مقصود فيه المركزية، والdecentralization اللي هي اللامركزية. اللي راح نمر على هاي المبادئ ونشوفها بشكل يعني أكثر توضيح وأكثر تفصيل. نعم، هلأ المبدأ الأول من مبادئ التنظيم اللي هو مبدأ وحدة الهدف، اللي احنا حكينا عنه قبل شوي، انه يكون في عنا هدف مشترك للمنظمة الكل
بسهم بهذا الهدف من خلال بذل قصارى جهده عشان يتم تحقيق هذا الهدف. زي ما انتم شايفين حضراتكم ان الهدف المشترك هو السبب الذي يبرر وجود التنظيم، ويفقد الاخير هذا الاخير جدواه بدون وجود هدف معين يتبعه. يعني هون مهم جدا انه يكون في عنا يعني هدف والهدف نمشي عليه. اذا ما كان في عنا هدف معناه ما في داعي انه يكون في عنا organization، او ما في داعي انه يكون في عنا تنظيم. بالتالي هذا بيأكد اللي هو أهمية الهدف. هلا كمان الهدف مهم جدا يكون يعني في شوية معايير موجودة، وهاي المعايير مهم جدا انه تكون متوفرة بالهدف عشان نقدر يعني نحقق هذا الهدف ويكون هذا الهدف قابل للتحقيق. يعني هلا زي ما احنا شايفين انه الهدف يجب ان يكون واضحا لكي تكون عملية التنظيم موجهة بشكل كفء لتحقيقه. مهم جدا يكون في عنا specific او clear objective، مهم جدا يكون في عنا هدف واضح ويعني محدد بشكل دقيق عشان نقدر انه نحققه ويكون attainable، يعني ممكن انه احنا نصل له ونحققه. كذلك يجب ان يكون هناك هدف رئيس واحد للتنظيم تستخلص منه الأهداف الفرعية اللي بتخص الأقسام والوحدات بشكل يجعلها جميعا تتوجه بانسجام وتنسيق فيما بينها نفس الغاية. يعني هو مهم جدا يكون في عنا هدف رئيسي للمنظمة، والهدف الرئيسي تاع المنظمة بتطلع منه أهداف فرعية، والأهداف الفرعية بتخص الأقسام والوحدات والدوائر الموجودة عنا في هاي المنظمة، وكلها بالنهاية بتشتغل على تحقيق الهدف الرئيسي اللي موجود أن لهذا التنظيم أو لهاي المؤسسة. على سبيل المثال الشركات التجارية عندهم هدف اللي هو إيش؟ تحقيق الربح، اللي هو البروفيتابيليتي الربحية، أو تحقيق ربح معين اللي هو جنريت بروفيت بمقدار معين. هلا ممكن يكون في عنا قسم تسويق، قسم التسويق فيه له أهداف فرعية مستقاة من اللي هو الهدف الرئيسي. ممكن يكون في عنا اللي هو كمان قسم موارد بشرية أهدافه مستقاة من الهدف الرئيسي أو لازم تمشي مع الهدف الرئيسي كمان. وفي عنا كمان اللي هو production department اللي هو يعني قسم الإنتاج أو دار الإنتاج، أكيد فيه له أهداف بتكون منسجمة مع الهدف الرئيسي المنظمة أو يعني مأخوذة من الهدف الرئيسي الموجود عنا. هذا على سبيل المثال يعني توضيح لهاي النقطة. نعم هيك احنا بنكون خلصنا اللي هو المبدأ الاول اللي هو وحدة الهدف. هلا بننتقل للمبدأ الثاني من مبادئ التنظيم اللي هو مبدأ specialization و departization اللي هو مقصود فيه اللي هو التخصص في مجال معين وتقسيم العمل بالاعتماد على هذا المبدأ. هلا زي ما احنا شايفين التخصص اللي هو مقصود فيه تقسيم العمل الى اجزاء متعددة وتوزيعها على الافراد بما يناسب قدراتهم ومهاراتهم الشخصية. يعني هو مهم جدا انه نقوم بعملية توزيع المهام و المسؤوليات على الأشخاص الموجودين عندنا بطريقة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية. يعني شخص متميز في مجال العلاقات العامة مهم جدا انه يكون الدور اللي هو بده يؤدي في هاي المنظمة او الوظيفة اللي بده يقوم فيها لها علاقة بمجال العلاقات العامة. شخص متميز اللي هو على سبيل المثال بالأمور القانونية مهم جدا انه احطه بوظيفة فيها يعني جانب قانوني كبير او يعني بتطلب العمل جوانب قانونية لازم يتم دراستها. ليش؟ لانه هذا الشخص متخصص في المجال على سبيل المثال القانوني. نفس الشيء محاسب مهم جدا انه احطه بوظيفة مناسبة لتخصصه اللي هو درسه او القدرات اللي موجودة عنده والمهارات الموجودة
عند هذا الشخص. يعني هو مهم جدا اللي هو عملية الماتشنج between the skills والكابابيلتيز، يعني عملية الربط بين القدرات والمهارات مع اللي هو الوظيفة أو الواجبات اللي هو بده يقوم فيها. هلا في عندنا فوائد مهمة للتخصص، وهاي الفوائد راح اللي هو تكون كالتالي. أول هاي الفوائد اللي هو استفادة من مهارات عناصر المنظمة في الأعمال اللي بتقنوها. يعني هون بحاول أصل لأفضل يعني فائدة يعني ممكن تتحقق من هذول الناس الشغالين معي. كذلك في عنا فائدة ثانية اللي هو تحقيق الانسجام في أداء العمل وتجنب الاحتكاك والتعارض. يعني هون مهم جدا أنه كل شخص يشتغل في مجال عمله أو في الإشي اللي هو متميز فيه، وهذا الإشي بيعمل أفويدنس للي هو الكونتروداكشن اللي هو الأشياء اللي ممكن يكون فيها تعارض أو الكلاشز اللي ممكن يصير. يعني أحيانا ممكن يصير في عنا احتكاكات بين الموظفين، أو أحيانا تعارض بالأدوار أو الوظائف اللي بيأدوها الموظفين الموجودين عندنا. هلا لما يكون في عندي تطبيق لهذا المبدأ قدر الإمكان نتخلص من هذا الإشي السيء وما بيكون موجود عندنا بمنظمتنا أو بشركتنا. هلا كمان من فوائد اللي هو التخصص البساطة والسهولة في أداء الفرد لعمله بسبب الخبرة التي تتكون لديه من خلال تكرار نفس العمليات. أكيد هذا الشخص اللي بيكون متخصص بحيثية معينة أو بجزئية معينة في منظمته، أكيد هذا الإشي بعطيه خبرة وبعطيه مهارة وبعطيه قدرات مش موجودة عند الناس الآخرين، وهذا بيساعده انه يقوم بالعمل بشكل سموثلي وبشكل سيمبل. ما يكون فيه يعني تعقيد، بيكون بسيط وبيكون سهل، ما بيكون فيه تعقيد وما بيكون فيه يعني اشياء يعني تعقد العمل وتصعب العمل على اللي هو المراجعين او على العملاء اللي بتعامل معها الشركة. بالتالي هذا الاشي بتحقق من خلال اللي هو هذا المبدأ. كذلك اللي هو توفير الوقت والجهد بسبب التركيز على عمل واحد دون التحول الى غيره. يعني هون بيكون في عنا تركيز للجهود وما بيكون في عنا تشتيت للموظفين، وهذا الاشي بحقق اللي هو توفير بالوقت. يعني بيوفر الوقت والجهد، ليش؟ لانه هو متخصص بمجال معين، وهذا المجال هو مجال اختصاصه ومناسب لمهاراته وقدراته الموجودة عنده. لانه هاي الوظيفة اذا بدي يعملها شخص يعني غير متخصص ممكن تاخذ منه ساعتين وثلاث، وما راح تكون بالكواليتي اللي ممكن يعملها، يعني ما راح تكون نفس الجودة اللي ممكن يعملها الشخص المتخصص في هاي الوظيفة. بالتالي مهم جدا انه يكون في عنا تخصص. هلا مثل ما هذا المبدأ في له advantages او يعني مثل ما له فوائد، في له اللي هو drawbacks او في له يعني disadvantage، في له سلبيات او في له مساوئ. هلا راح نتعرف على هاي المساوئ ونشوف ايش المقصود بهاي المساوئ او السلبيات اللي ممكن تكون موجودة. هلا اول هاي السلبيات اللي ممكن تكون موجودة اللي هو الملل البورم بسبب تكرار نفس العمليات. يعني ممكن يكون في عنا بورين، ليش؟ لانه نفس الموظف صار له اكثر من سنة بيشتغل بنفس الوظيفة او بنفس المجال، ما في عنا جيب روتيشن او ما في عنا على سبيل المثال بروموشن، ما في عنا يعني تنقل للموظفين، وكذلك الامر ما في عنا ترقية، لانه بالتالي بمضي فترة طويلة هو يشتغل بنفس العمل او بنفس الوظيفة، وهذا الاشي ممكن بعد فترة معينة يكون في نوع من الملل ونوع من الجمود الفكري عند هذا الموظف. يعني كثير من الدراسات انعملت بهذا المجال، وهاي الدراسات يعني بتأكد انه الشخص خلال سنة معينة او ماكسيمم سنتين بتقن يعني كل حيثيات الوظيفة. بالتالي ممكن اي شخص يظله بنفس الوظيفة ماكسيمم فترة اللي هو 4 سنوات او يعني 5 سنوات، بعد هيك مهم جدا اللي هو يغير، مهم جدا انه يغير يروح على وظيفة ثانية او على قسم ثاني او يكون في عنا ترقية له. بالتالي مهم جدا انه بعد فترة معينة انه الشخص يطلع شوي من يعني الوظيفة اللي هو بعمل فيها، ويكون هذا
الخروج جدا يعني مدروس، ويكون هذا الخروج كمان في مصلحة اللي هو المؤسسة والمنظمة، وممكن هذا يكون خلال ترقيته أو إنه يعني استفادة من خبراته في مجال آخر. وبالتالي حسب هاي الدراسات اللي تم يعني عملها في هذا السياق، هذا نوعا ما بقلل نوع من اللي هو البورم، نوع من اللي هو الملل اللي ممكن يكون بسبب اللي هو التكرار لنفس العمليات أو الوظائف. بالتالي مهم جدا إنه الشخص زي ما حكينا بعد فترة معينة حسب هاي الدراسات إنه يعمل تشينج، يعمل تغيير في اللي هو الوظيفة اللي هو شغال فيها. هلا كمان من السلبيات الموجودة اللي هو صعوبة يعني التنسيق بين الموظفين، وذلك بسبب كثرة العمال والعمليات جراء تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة. يعني هون ممكن يكون في عنا صعوبة إنه نسيطر على العمال. ليش؟ لأنه في عنا عمال كثير وكل عامل متخصص بحيثية معينة، وهذا الاشي ممكن يكون فيه صعوبة، وخاصة يعني عندنا المدرسة الأمريكية اللي هي بتركز بشكل كبير اللي هو على عملية specialization أو التخصص الدقيق، وبالتالي هذا الاشي بيزيد عدد الموظفين وبيزيد يعني الصعوبات في السيطرة والقدرة على اللي هو إدارتهم وتوجيههم بالطريقة المناسبة. كذلك من الدروباكس أو من السلبيات اللي هو سوء استغلال المواهب العاملين بسبب التركيز على عمل واحد. لأن هون زي ما حكينا انه اذا خلينا الموظف فتره طويله بنفس الوظيفه بصير في عندنا فروزن للمنتاليتي تاعته والكابابيلتي تاعته، يعني بصير في عندنا شويه جمود بالقدرات تاعته، وبالتالي هذا الاشي ممكن يحرمنا من استغلال اللي هو الموظفين او العمال او العاملين اللي عندهم يعني مواهب وعندهم قدرات ابداعيه. هيك احنا بنكون خلصنا هذا المبدأ الثاني، وبننتقل للمبدأ الثالث اللي هو مبدأ وحدة القيادة بين قوسين اللي هو وحدة الأمر. يعني أكيد زي ما احنا شايفين هذا الاشي بركز انه يكون في عنا one reference، يكون في عنا مرجع واحد نرجع له عند الحاجة، ونفس هذا المرجع نتلقى منه الأوامر، ما نتلقى الأوامر من أكثر من مرجع. مهم جدا يكون في عندنا ريفرنس بوينت واحد بناخذ منه اللي هو الأوامر، وبناخذ منه كمان اللي هو التعليمات، ونرجع له عند الحاجة. زي ما احنا شايفين يجب أن تمر جميع الأوامر التي يتلقاها الموظف من خلال رئيسه المباشر. يعني مهم جدا انه كل الاوردرز والانستراكشنز ممكن ناخذها، يعني كل الاوامر والتعليمات مهم جدا ناخذها من رئيسنا المباشر في العمل. هلا كمان يعني في عنا يعني مبدا اخر، وهذا المبدا جدا يعني مهم اللي هو مبدا نطاق الاشراف. نعم، نطاق الإشراف هو مبدأ مهم من المبادئ الموجودة عندنا في وظيفة التنظيم. هلا راح نتعرف على مفهوم هذا المبدأ ونشوف ايش هي الحيثيات الموجودة في هذا المبدأ. زي ما احنا شايفين يعبر نطاق الإشراف عن عدد العاملين الذين يخضعون لإشراف مدير واحد. المقصود فيها هون انه كم عدد العمال اللي ممكن يشرف عليهم مدير واحد ويقوم بتوجيههم والرقاء يعني وتوجيههم و يعني تحفيزهم ومتابعة أعمالهم. بالتالي هذا الإشي اللي هو بنحكي عنه نطاق الإشراف اللي هو بنسميه scope of supervision أو يعني supervision numbers، إيش هو العدد اللي ممكن يكون عندنا من العاملين. هلا في عنا عدة عوامل، هاي العوامل هي اللي بتحدد النطاق الأمثل لنطاق الإشراف. يعني هي بتحدد اللي هو العدد الأمثل أو النطاق الأمثل لعملية الإشراف.
اول هاي الفاكتورز او هاي او اول هاي العوامل اللي هو طبيعة نشاط المنظمة ودرجة التخصص في تقسيم ادارتها، يعني حسب طبيعة النشاط اللي تشتغل فيه المنظمة. على سبيل المثال اذا كانت المانيفاكتشرينج بالصناعة راح يكون هذا الاشي مختلف عن اللي هو الشركة الشغالة بمجال اللي هو الكوميرشال التجاري، يعني الاعمال التجارية، او اللي هو ممكن تكون شركة شغالة بمجال طبي او قطاع طبي. بالتالي هذا اللي هو الاكتيفيتي او طبيعة النشاط بتلعب بشكل كبير في عملية اللي هو تحديد نطاق الاشراف الامثل. وكمان بالاضافة لطبيعة النشاط اللي هو قديش هذا العمل بحاجة انه يكون في ناس متخصصة فيه. هلا العامل الثاني هو طبيعة العمل ومتطلباته من مواهب ومعرفة خاصة ومن رقابة من قبل المرؤوسين. أحيانا طبيعة العمل اللي بيقوم فيه الشخص والريكويرمنتس، كمان هاي نقطة مهمة أو عوامل مهمة بتحدد اللي هو نطاق الإشراف الأمثل اللي ممكن أنا أستخدمه وأمشي في منظمتي. لأنه يعني أحيانا في بعض الأعمال تتطلب ناس تولنت، عندهم مواهب، عندهم كرياتيفيتي، عندهم إبداع، عندهم معرفة خاصة، وبالتالي ما في حاجة إنه نكون يعني مشرفين عليهم بشكل يعني جدا يعني مباشر أو بشكل يعني جدا يعني ملتصق بيهم. هلا كمان في عندنا العامل الثالث اللي هو قدرات ومهارات الرئيس والمرؤوسين. نفس الشيء يعني هاي نقطة جدا مهمة، انه يعني نطاق الاشراف بيختلف حسب اللي هو الكابابيلتيز والسكيلز للرئيس اللي هو المدير والمرؤوسين. يعني القدرات والمهارات للمدير والموظفين مختلفة بشكل كبير حسب يعني تعليمهم على سبيل المثال، حسب مهاراتهم، حسب خبراتهم، حسب يعني كمان طبيعة شخصياتهم. بالتالي هذا كله يعني بيخلي في اختلاف اللي هو في قدرات ومهارات الرئيس. انا كثير من يعني المدراء بيكون في عندهم على سبيل المثال خبرات ممتازة، عنده كمان شخصية او كاريزما جدا قوية، بالتالي ممكن يشرف على عدد كبير. على العكس ممكن يكون شخص او يعني مدير جديد ما عنده هالخبرات، ما عنده يعني هالكاريزما، بالتالي ممكن ما يكون في عنده قدرة انه يكون عنده اشراف على عدد كبير. بالتالي هذا كله بيختلف حسب اللي هو قدرات ومهارات الرئيس، كمان نوعية العمال او الموظفين او المرؤوسين الموجودين عندي واللي بدي اشرف عليهم. كمان في عندنا عامل مهم من العوامل اللي بتحدد نطاق الاشراف اللي هو مدى توفر الخدمات الاستشارية التي يستعين بها الرئيس الإشراف. يعني هلأ إذا كان في عندنا يعني توفر كبير لهذه الخدمات وفي ناس بيساعد المدير في عملية اللي هو الإشراف، ممكن هذا الإشي يزيد اللي هو نطاق الإشراف. كذلك في عندنا عامل خامس اللي هو مدى تأثير نطاق الإشراف على سرعة الاتصالات التي تزيد بزيادته. يعني هو المقصود فيه إنه إذا كان في عندنا نطاق إشراف وهذا النطاق بتتم عملية الاتصالات بطريقة سريعة وبطريقة فعالة، هذا ممكن يعني يزيد نطاق الإشراف. كذلك من العوامل المهمة اللي هي التكاليف التي تزيد كلما قل نطاق الإشراف. يعني أكيد يعني كل ما زاد عندي عدد الموظفين اللي بشرف عليهم كلما يعني كانت التكلفة شمالها أقل، بينما إذا صار في عندي نطاق إشراف ضيق بالتالي بحاجة لموظفين كثير أو موظفين زيادة عشان يقوموا بعملية اللي هو الإشراف، وبالتالي هذا الإشي بيزيد التكلفة علينا. بالتالي التكاليف ممكن تزيد كلما قل نطاق الإشراف. هذا ما يتعلق به اللي هو العوامل اللي بتحدد نطاق الإشراف. هلا بننتقل لمبدأ آخر من مبادئ التنظيم اللي هو مبدأ اللي هو الإكويليتي بالأثوريتي والريسبونسابيلتي، اللي هو مبدأ التكافؤ بالسلطة والمسؤولية. زي ما انتم شايفين حضراتكم السلطة المقصود فيها هي الحق الرسمي في إصدار الأوامر.
يعني هون بيكون يعني تركيز السلطه على اللي هو عمليه الاوردرز اللي ممكن تكون موجوده، وعمليه اصدار هاي الاوامر اللي موجوده عندنا. كذلك السلطه زي ما انتم شايفين حضراتكم هي قوه تجعل الانسان قادر على توجيه سلوك الاخرين، والتي تستمد من القدرة على منح المكافأة أو إيقاع العقاب أو من الشخصية أو من الخبرة والعلم أو من المنصب. يعني بالتالي السلطة مهمة جدا عشان نقدر نقوم بالأعمال الموجودة عنا أو المطلوب القيام فيها، وبالتالي هاي الأعمال كمان ضروري جدا نقوم فيها بطريقة فيها فاعلية وفيها كفاءة. كذلك زي ما انتم شايفين انه السلطة كمان بتساعدنا على توجيه سلوك الاخرين، يعني اكيد في عنا موظفين مهم جدا انه يكون في عنا توجيه لهم بالطريقة المناسبة. وهلا في عنا اكثر من سورسز، في عنا اكثر من مصدر اللي هو السلطة. ممكن هاي السلطة ناخذها من خلال قدرتنا على اللي هو منح الريوردز، يعني اعطاء المكافآت والزيادات والترقيات و يعني الامور المادية اللي يعني بتحفز الموظفين، او ممكن تكون على سبيل المثال من خلال اللي هو قدرة الرئيس او المدير على اللي هو البانشمنت اللي هو ايقاع العقاب بالموظفين الموجودين عنده في هاي الشركة او المؤسسة، او ممكن انه ناخذ او يعني هذا الشخص استمد سلطته من خلال الكاريزما اللي هو بتمتع فيها عنده، يعني ترانسفورميشنال ليدرشيب، عنده قيادة تحويلية، او في عنده يعني عنده انفلوينشال بيرسوناليتي لان عنده شخصية مؤثرة. بالتالي هذا الاشي بيساعده انه يكون في عنده سلطة، وهاي السلطة بتساعده انه يقدر يعني يقنع الاخرين ويوجه سلوكهم بالطريقة اللي هو بشوفها مناسبة. او ممكن تكون اللي هو من الاكسبرتيز اللي هو من الخبرة او الاكسبيرينس الموجودة عنده او العلم، يعني ممكن الخبرة والعلم بتمد هذا الشخص بسلطة يعني تخلي عنده نفوذ بتوجيه سلوك الاخرين، او اللي هو من البوزيشن المنصب، وهذا المنصب شو بعطي الشخص الشغال فيه او الشخص اللي شاغل هذا المنصب من اللي هو صلاحيات وقدرة على التأثير على الآخرين. هذا ما يتعلق به اللي هو الأثورتي أو السلطة. هذا نتعرف كمان على اللي هو المسؤولية الرسبونسبيليتي، تاني اللي هي الالتزام بالأهداف والقيام بالواجبات المتعلقة بتحقيقها. يعني هون بيكون في عنا اللي هو عملية اللي هو كوميتمنت، وعملية يعني عملية كوميتمنت اللي هي الالتزام بتساعدنا انه يعني نقوم بالاشياء المطلوبة منا بافضل شكل او بافضل طريقة. كذلك يجب ان يتمتع الموظف بالسلطة الكافية التي تجعله يقوم بواجباته على احسن وجه. يعني اكيد اذا بدنا الموظف يقوم بوظيفته بطريقة مناسبة وبطريقة فاعلة، مهم جدا انه يكون معه authority عشان يقدر يشتغل ويقدر يحقق الاشي اللي هو لازم يحققه. هلا كمان من المواضيع الموجودة في هذا المبدأ اللي هو مبدأ المسؤولية والسلطة، في أن اللي هو مبدأ تفويض السلطة. هلا راح نتعرف على هذا المبدأ اللي هو نوعا ما قريب من اللي هو المبدأ اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية. هذا المبدأ بيركز اللي هو كيف احنا ممكن ننقل بعض صلاحياتنا لأشخاص ممكن يساعدونا في القيام ببعض المهام او المسؤوليات اللي لازم يقوموا فيها. هلا عملية الديليجيشن في لها مزايا، اللي هي عملية التفويض للسلطة في لها مزايا، وفي كمان يعني نقاط او في يعني بعض المآخذ على هاي المزايا. ولكن يعني طبيعة الحال مهم جدا انه المدير يكون في عنده تفويض للسلطة في بعض الامور، وبعض الامور صعب يكون فيها
تفويض له اللي هو السلطة. هلا راح نتعرف على بعض عن المزايا اللي ممكن نحققها كمنظمة من اللي هو عملية الديليجيشن، عملية التفويض، وكذلك راح نشوف بعض اللي هو الأمور اللي ممكن ما يكون فيها عملية اللي هو ديليجيشن تفويض. هلا زي ما انتم شايفين حضراتكم، قيام الرئيس بنقل جزء من سلطاته إلى شخص آخر في مستوى أدنى منه في الهرم الإداري، هذا المقصود به اللي هو تفويض السلطة الموجود عندنا في هاي الشريحة. يعني ممكن يقوم الرئيس بنقل جزء من سلطاته وصلاحياته إلى شخص آخر بنفس يعني الشركة، ولكن هذا الموظف ممكن يكون بمستوى أدنى في الهرم الإداري عشان يساعده بالقيام بالأعمال المطلوب القيام فيها. كذلك يعني هون في عندنا نقطة جدا مهمة، وهاي يعني مهم جدا إنه نشتغل على أساسها ونفهم هاي القاعدة بشكل مناسب، إنه السلطة تفوض ولكن المسؤولية لا تفوض، لأن إحنا نفوض يعني صلاحيات وسلطات عشان يقوم، ولكن المسؤولية بتظلها موجودة علينا إحنا كمفوضين. هلا في عنا عدة بنفيتس لعملية اللي هو التفويض، في عنا عدة مزايا لعملية التفويض، راح نتعرف على هاي البنفيتس ونشوف ايش المقصود بهاي المزايا. اول هاي المزايا اللي هو تخفيف اعباء الرئيس، اكيد لان لما يكون في عندي تفويض بيقل شوي الضغط على اللي هو المدير او الرئيس. كذلك اللي هو اعداد المرؤوسين لمناصب قيادية عليا، يعني هون بيكون عندي عملية اللي هو وارم اب، يعني تجهيز لا اللي هو الصف الثاني عشان يمسكوا زمام الامور بعد فترة معينة. وعملية التفويض لا ممكن اعتبرها نوع من اللي هو التدريب لهم. كمان في عندنا ميزة ثالثة اللي هو تشجيع المرؤوسين، يعني هون بنشجعهم على اتخاذ القرار، وبيكون يعني كمان عندهم نوع من اللي هو الجراءة في اتخاذ القرارات ويعني التركيز على هذا الموضوع. كمان من مزايا التفويض اللي هو تكريس، يعني تكريس مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، يعني مهم جدا يكون في عندنا عملية البارتيسيبيشن في عملية الديسيجن ميكينج، مهم جدا يكون في عندي مشاركة من اللي هو ديفرنت ليفلز من المستويات الإدارية المختلفة عنا في المنظمة في عملية اتخاذ القرار. هذا بما يتعلق به اللي هو المزايا للتفويض. هلا بننتقل كمان لموضوع اخر ضمن هذا المبدا اللي هو الشروط العامه للتفويض. مهم جدا يكون في عندنا يعني كونديشنز معينه لعمليه التفويض، مهم جدا يكون في عندنا شروط موجوده في عمليه التفويض. اول هاي الشروط اللي هو اختيار الشخص المناسب، مهم جدا انه الشخص اللي بدي افوضه مهم جدا يكون فيت ويكون سيتابل للشيء اللي بدي اعطيه او لا الشيء اللي بدي افوضه فيه، مهم جدا يكون شخص مناسب لهذا الشيء. كمان في عنا اللي هو الشرط الثاني، توفر الامكانات للمفوض القيام بما يطلب منه، يعني مهم جدا انه اعطيه تفويض انه يقدر يقوم بالشيء بشكل كامل، ما اعطيه تفويض يعني مبتور او في نقص. كمان في عنا شرط من الشروط اللي هو متابعة الرئيس النتائج، مهم جدا يكون في عنا فولو اب للريزلت من قبل اللي هو المفوض او الرئيس اللي قام بعملية التفويض لهذا الشخص او لهذا الموظف. نعم هاي الشروط العامة للتفويض. هلا في عنا الشروط التنظيمية للتفويض، من هاي الشروط اللي هو توازن السلطة والمسؤولية، يعني بحقق نوع من البالانس بين السلطة والمسؤولية. كمان محافظة على خطوط الاتصال مفتوحة بين الرئيس والمرؤوس، يعني بيخلي عنا open communication بين اللي هو المدير والموظفين تعاونه. كذلك اللي هو الالتزام بالخطط والسياسات العامة والأهداف، مهم جدا يكون في عنا يعني commitment، عملية التزام بالخطط والسياسات العامة اللي موجودة عنا في المنظمة. كذلك يعني في عنا أمور معينة لا يجوز التفويض فيها، هاي الأمور على سبيل المثال اللي هي القرارات التشريعية، عملية اللي هو اللي بسميها الإكزاليشنز، عملية التشريعات، هاي العملية
ما بيكون فيها تفويض، وبالتالي مهم جدا أن يقوم فيها المدير أو الشخص المسؤول بطريقة مباشرة. كمان الأمور اللي هي تتعلق بتوزيع العمل، هاي الأمور تتعلق بتوزيع العمل ما بيكون فيها ديليجيشن، لأنه بتكون من صلاحية المدير اللي هو العام أو اللي هو من أو مدير أو الرئيس العام لهاي المنظمة، بالتالي هو اللي بيكون عنده سلطة توزيع العمل على الموظفين أو المستويات الإدارية الموجودة عندنا في المنظمة. كذلك لا يجوز تفويض في اللي هو رسم السياسة العامة أو تعديلها، لأن عملية رسم السياسة العامة للمنظمة أو للشركة ما بصير يكون فيها عملية اللي هو ديليجيشن، عملية تفويض. كذلك من الأمور اللي ما بصير إنه يكون فيها تفويض اللي هو التعيين في الوظائف العليا، يعني اللي هو اللي بتكون يعني من مسؤولية المدير العام أو المدير، هو اللي بيكون عنده هذا الموضوع. ما بيجوز اللي هو يقوم بعملية اللي هو تفويض في الوظائف العليا، يعني الهاي بوزيشنز أو البوزيشن الموجود عندنا بالمنظمة هو اللي بيحدد الناس المناسبين عشان يشتغلوا فيها. كذلك من الأشياء اللي ما بيكون فيها تفويض اللي هو المسائل المالية آسف أمور الميزانية في حدود معينة، يعني المسائل المالية ممكن يكون فيها تفويض ل يعني نطاق معين، كذلك أمور الميزانية كمان ممكن يكون فيها تفويض ولكن بإطار محدود وواضح. هذا بما يتعلق باللي هو مبدأ التفويض. هلا بننتقل بحديثنا عن مبادئ التنظيم لمبدأ مهم اللي هو المبدأ اللي بركز على موضوع اللي هو المركزية ولا مركزية اللي هي centralization والdecentralization. راح نتعرف على اللي هو مفهوم المركزية اللي هي centralization ومفهوم اللامركزية decentralization، ونطلع على الحيثيات الموجودة في هذا الموضوع. نعم، هلا المركزية اللي هي decentralization مقصود فيها هي تجميع الصلاحيات المتعلقة باتخاذ القرار في يد شخص واحد، يعني هون كل الصلاحيات في عملية decision making اتخاذ القرار بتكون في يد شخص واحد، ما بيكون في عنا تفويض للسلطة ولا بيكون في عنا يعني مساعدين عندهم صلاحية اتخاذ القرارات. نعم، بالتالي كلها بتكون centralized بشخص واحد. هلأ decentralization اللي هي لا مركزية مقصود فيها هي انتشار صلاحيات اتخاذ القرار على جهات متعددة أو أشخاص متعددون. المقصود هون بلا مركزية في عنا صلاحيات متعلقة باتخاذ القرار بتكون متوزعة على أكثر من جهة وأكثر من شخص بيكون في معه صلاحية لاتخاذ القرارات. وهون يعني زي ما احنا شايفين ممكن يكون في عنا اللي هو عملية الديليجيشن أو عملية التفويض، بالتالي بيكون في عنا نعم لا مركزية، ولا مركزية هون بيكون يعني إلها صداها في هذا الموضوع. هلأ يعني الطريقة المثنى اللي ممكن نستخدم أو تخلينا نستخدم نمط مركزي أو لا مركزي بيعتمد على عدة عوامل، يعني في عنا عدة عوامل هي بتبين انه نستخدم المركزية اللي هي centralization او اللامركزية اللي هي decentralization. هلا راح نشوف ايش هاي العوامل اللي بتحدد يعني استخدام المركزية او اللامركزية. نعم، اول هاي العوامل اللي هي 1 درجة انتشار الجغرافي للوحدات والفروع التابعة للادارة الرئيسية، يعني اكيد كان في عنا يعني فروع كثيرة للمنظمة أو وحدات يعني متعددة، مهم جدا إنه يكون في عنا عملية اللي هو اللامركزية، يعني نعطيهم صلاحيات
أو نشركهم بعملية اتخاذ القرار عشان نقدر نقوم بعملنا بطريقة مناسبة. لأن يعني كثير أحيانا من المدراء المتميزين في مجال البزنس أو الأعمال يعني تم طرح سؤال عليهم إنه أنت كيف ممكن تقوم بالعمل المطلوب منك برغم إنه هذا العمل موجود في عدة دول أو على سبيل المثال في عدة مواقع. قالوا إنه من خلال عملية اللي هو التفويض للناس الأكفاء ومتابعتهم ومراقبتهم، بالتالي ركزوا على مبدأ اللي هو اللامركزية في القيام بالأعمال من خلال تفويضهم بصلاحيات معينة بيشتغلوا على أساسها. هلا نعم، النقطة الثانية أو العامل الثاني هو نوعية النشاط الذي يزاول الجهاز الإداري. يعني نوعية النشاط هذا بتحدد إنه نستخدم المركزية أو اللامركزية. هلا بالإضافة للي هو نوعية النشاط، في عندنا أهمية النشاط اللي بزاوله المستوى الإداري. إذا كان يعني نشاط جدا حساس وصعب يكون فيه التفويض، ممكن ما يكون في عندنا اللي هو لا مركزية، ممكن يكون في عندنا مركزية، والعكس صحيح. إذا كان هذا النشاط عادي ممكن يكون في عملية يعني أخذ وعطاء، ممكن يعني نركز على موضوع اللي هو الديسنتراليزيشن فيه اللي هو اللامركزية. هلا كمان في عنا اللي هو العامل الرابع اللي هو الفلسفة التي تنتهج الإدارة في تعاملها مع العاملين. يعني هلا مهم جدا نركز على الفيلوسوفي اللي تستخدمها المنظمة أو الإدارة في التعامل مع موظفينها. هل هي تشاركهم باتخاذ القرار أو ما بتشاركهم؟ هذا كله يعني بيساعدنا انه نشوف اي افضل نستخدم المركزية اللي هي centralization او اللامركزية اللي هي decentralization. هلا في عنا عامل خامس اللي هو نوعية الرؤساء من حيث مستوياتهم الثقافية والعلمية. هون كمان هاي النقطة جدا مهمة، بتبين يعني اهمية انه هالرؤساء الموجودين عندنا اذا كانوا مستوياتهم الثقافية متعددة وعندهم خبرات كبيرة أو عندهم يعني شهادات علمية ودورات يعني متخصصة في هذا الموضوع ولا لا، وهذا كله بيحدد يعني نمطهم الإداري. وزي ما حكينا يعني كثير من المدراء المتخصصين والشركات حققت نجاحات جدا باهرة كانوا ركزوا على موضوع اللي هو الديليجيشن، التفويض للسلطة، وبالتالي اتبعوا بشكل تنصلي اللي هو بشكل تلقائي اللي هو الديسنتراليزيشن ابروتش، يعني اتبعوا مبدأ اللامركزية بشكل مباشر. هلا كمان نوعية المرؤوسين من حيث مستوياتهم الثقافية والعلمية ودرجة استعدادهم لتحمل المسؤوليات المتعلقة باتخاذ القرارات. يعني كمان هاي النقطة جدا مهمة، إذا كان في عنا يعني موظفين مستوياتهم مختلفة سواء ثقافيا أو علميا عندهم يعني قدرات ومهارات انهم يتحمل مسؤولية ولا لا. اذا ما كان في عنا هاي النقطة ممكن يكون يعني في عنا اللي هو الاسلوب المركزي ممكن يكون مناسب، واذا كان هذا الاشي متوفر واشي يعني متنوع وفي عنا ناس كثير مؤهلين وعندهم قدرة تحمل مسؤولية وبيحبوا اللي هو تحمل المسؤولية، ممكن نستخدم اللي هو النمط الثاني اللي هو اللامركزية او decentralization. كمان في عنا اللي هو عامل سابع اللي هو درجة التوسع في أعمال ونشاطات الجهاز الإداري. يعني إذا كان في عنا أعمال في أكثر من دولة أو أكثر من منطقة أو أكثر من مدينة، وهذا الإشي يعني ممكن يأثر على اللي هو النمط اللي ممكن استخدمه سواء مركزية أو لا مركزية. العامل الثامن اللي هو الأنظمة و القوانين التي تعمل المنظمة في ظلها. يعني عملية اللي هو السيستمز واللوز اللي موجودة عندنا بالمنظمة، هل هي يعني بتتيح عملية تفويض السلطة وبالتالي ممكن نتبع اللامركزية، أو هي ما بتعطي تفويض للسلطة وبالتالي ما بنقدر نستخدم اللي هو السنتراليزيشن ابروتش أو مبدأ المركزية في إدارة أعمال الشركة أو المنظمة. هذا ما يتعلق باللي هو العوامل
بتحدد استخدام المركزية أو اللا مركزية. هلا راح ننتقل لموضوع مهم، وهذا الموضوع بحدد لنا اللي هو إيش هي مزايا المركزية وعيوب المركزية، وكمان راح نستمر بحديثنا بهذا المبدأ اللي هو مزايا اللامركزية والعيوب اللي ممكن تكون في اللامركزية. نعم، أول شيء هنتعرف على اللي هو المزايا اللي ممكن احنا نحققها من خلال اللي هو استخدام اللي هو المركزية، وإيش هي المزايا ممكن نحققها من استخدام اللامركزية. هلا أول هاي المزايا اللي هو تحقيق العدالة في التعامل مع الوحدات الإدارية المختلفة، يعني أول ميزة مزايا المركزية اللي هو بتحقق نوع من العدالة في التعامل مع الوحدات الإدارية المختلفة، لأنهم هم أدرى في بعض الحيثيات الفنية في مجال تخصصهم، وأحيانا هم اللي بيكونوا أقرب للميدان أو للتعامل المباشر مع اللي هو المراجعين أو مع اللي هو العملاء. بالتالي مهم جدا أنه أعطيهم نوع من الصلاحية وأعطيهم نوع من اللي هو الصلاحيات اللي ممكن يشتغلوا على أساسها. كذلك من المزايا الموجودة عندنا اللي هو سوة التنسيق وتوحيد السياسات والممارسات، يعني أكيد هذا الإشي بيأثر على الموضوع اللي هو المشاركة وعملية التنسيق في موضوع السياسات والممارسات اللي ممكن تكون موجودة عندنا، وبيخلي في عندنا إطار عام. هذا الإطار عام بيكون مشترك، بيكون أكثر من جهة مشاركة فيه، وكمان نتجنب اللي هو موضوع الاستواجية. كمان من المزايا للcentralization تمكين الرئيس الإداري من الاطلاع على كل الأمور، يعني أكيد الرئيس الإداري إذا بيكون ماسك كل إشي أحيانا في بعض الأمور ممكن تكون خافية عليه، ولكن إذا استخدم نمط اللي هو المركزية ممكن هذا الإشي يكون موجود معه. كذلك اللي هو سهولة الرقابة بسبب وجود نظام موحد لهم، يعني بيكون هون في عنا عملية يعني تجمع للسلطة بإيد واحدة، وهذا الإشي ممكن يعمل مشكلة معينة. اللي هو كمان من المزايا اللي ممكن تكون موجودة اللي تحدث عنها قبل شوية اللي هو عدم حدوث ازدواجية في القرارات. بالتالي هون هذا الإشي يعني ممكن يمنع اللي هو عملية الدبليكيشن اللي ممكن تصير في عملية اتخاذ القرارات. كذلك من المزايا الأخرى اللي هو استخدام الأفضل للموارد والإمكانات، يعني هون بيكون في عنا استخدام بشكل كبير للي هو الموارد واستغلالها بطريقة أفضل. هلا كمان من العيوب للمركزية اللي هو عدم توفر مستوى بديل لاتخاذ القرارات. أكيد لا هاي النقطة إنه ما بيكون في عنا اللي هو الصف الثاني، وهذا الصف الثاني اللي هو بيساعدنا بعملية اتخاذ القرارات. بالتالي ما بيكون في عنا يعني ناس مؤهلين إنهم يمسكوا زمام الأمور فيما بعد. كمان من عيوب المركزية اللي هو عدم استغلال المواهب متوفرة بشكل كامل. أكيد في عنا موظفين موهوبين عندهم مهارات مختلفة وعندهم قدرات متعددة، بالتالي مهم جدا إنه يكون في عنا يعني أعطاهم بعض الصلاحيات اللي لازم يشتغلوا على أساسها، وهاي الصلاحيات بتساعدهم على إظهار مواهبهم وبتعززها وبتطورها. كذلك هو استقرار الإجراءات لمدة زمنية طويلة، إنه هون إذا ركزنا على موضوع اللي هو المركزية بيكون في عنا يعني فترة زمنية طويلة ممكن تأخذها عملية إنجاز المعاملات أو الإجراءات،
على النقيض إذا كان في عندنا اللي هو لا مركزية، بتكون الأمور جدا أسهل، وبتكون عملية يعني جدا أفضل، بحيث أنه نعطي صلاحيات للناس اللي بيشتغلوا بالميدان وعلى اتصال مباشر مع العملاء، وبالتالي هذا الإشي بيساعدهم أنهم يعني يحققوا يعني الأشياء المطلوبة منهم بكفاءة عالية وبفترة زمنية قصيرة. هلا كمان من العيوب اللي هو المركزية، تجاهل الفروق الفردية بين الأشخاص، يعني هون بيكون في عنا عدم إدراك للفروق الفردية بين الأشخاص. نعم، نعتبر أنه الناس أو الموظفين الموجودين عنا كلهم زي بعض، وبالتالي بنحرمهم من اللي هو رغبتهم في تحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرارات وصنع القرارات المناسبة. كمان من اللي هو العيوب الموجودة في المركزية، طول الوقت والجهد المبذول من قبل المرؤوسين في الحصول على موافقة الجهات المختصة. يعني هون بيكون في عنا إجراءات شوي بتاخذ طابع يعني روتيني، وهذا الإشي ممكن يكون يعني سلبي لإلهم، وبأخر يعني القيام بالعمل اللي بدهم يقوموا فيه، لأنه كثير بحاجة يأخذوا موافقات لجهات معينة عشان يمشوا في عملهم أو في إنجاز شغلهم. كمان من العيوب للمركزية اللي هو ضعف مبادرة أعضاء المستويات الإدارية الدنيا. أكيد يعني المستوى الإداري الموجود عندنا ما بيكون في عنده يعني مبادرة انه يحسن ويطور في العمل اللي بده يقوم فيه. هاي هي عيوب المركزية. نعم، هلا بنعطيكم بريك او بنعطيكم فترة استراحة 10 دقائق عشان صلاة العشاء، وان شاء الله بنرجع بنكمل معكم. الله يعطيكم العافية.
السلام عليكم، يعطيكم العافية. هلا إن شاء الله راح نكمل حديثنا بهذا الموضوع، وبعد هيك إن شاء الله نفتح مجال الأسئلة. نعم، هلا راح نتحدث اللي هو على مزايا اللامركزية، ونشوف إيش هاي المزايا. هلا في عنا عدة مزايا للمركزية، اللي هي واحد، تحفيز الموظفين من خلال إشراكهم في القرار، سرعة الإنجاز، تخفيف أعباء الإدارة العليا، كذلك اتخاذ قرارات إدارية أفضل بسبب التعامل المباشر لصاحب القرار مع المشكلة، زي ما حكينا أنه بكون أقرب للميدان وأقرب للمشكلة اللي بحاجة لأخذ فيها قرار. كمان خمسة، اللي هو مساعدة التنظيم على سرعة الاستجابة للمتطلبات وظروف البيئة المحيطة. نعم، في عنا كمان ميزة أخرى اللي هي مساعدة المرؤوسين على زيادة خبراتهم والاستفادة من مواهبهم وقدراتهم في إنجاز الأعمال وتهيئتهم لشغل المناصب العليا الموجودة عنا، إعداد المرؤوسين للقيام بمهام أكبر في شركاتهم ومؤسساتهم، تحسين العلاقة بين المستويات الإدارية الموجودة عنا، تحقيق مبدأ السلطة والمسؤولية. عشرة، اللي هو استغلال الطاقات الإبداعية لدى العاملين وخاصة الموظفين الموهوبين في شركتنا أو منظمتنا. كمان في عنا عيوب للمركزية، هاي العيوب الموجودة في موضوع اللي هو decentralization. واحد، إمكانية تناقض القرارات اللي تصدر من جهات مختلفة، بالتالي ممكن يكون في عنا اللي هو نوع من التضارب والكلاشز. اثنين، اللي هو زيادة التكاليف بسبب زيادة الخدمات التي تستلزمها الإدارات المختلفة، نعم ممكن يكون عندنا كوست زيادة، تكاليف زيادة. ثلاثة، صعوبة الاتصالات بسبب استقلالية الإدارات، ممكن يكون فيها مشكلة كمان. أربعة، إمكانية سوء استغلال السلطة وبعض الناس اللي بيكون معهم صلاحيات. خمسة، عدم إمكانية تطبيق اللامركزية في بعض الأعمال، ممكن هاي نعتبرها سيئة. كمان ستة، إمكانية إضعاف السلطة المركزية والابتعاد عن الأهداف اللي إحنا نتوقعها. آخر عيب اللي هو الحاجة للعديد من الأشخاص من ذوي المهارات الإدارية، لازم يكون في عنا ناس مؤهلين كثير عشان يمشوا في هذا الموضوع. هاي هي عيوب اللامركزية موجودة عنا. هلا في عنا اللي هو من ضمن المواضيع اللي رح نتحدث عنها بشكل بسيط، اللي هو التنظيم الرسمي. هلا زي ما احنا شايفين التنظيم الرسمي بركز على العلاقات الرسمية التي تحكم علاقات العمل، ويتم بوجبها ايجاد هيكل تنظيمي يحدد السلطات والمسؤوليات وتقسيم الاعمال وقنوات الاتصال. هذا بما يتعلق بالتنظيم الرسمي الموجود عندنا. هلأ التنظيم الرسمي في له عدة أسس، وهاي الأسس التالية هي ثلاثة أسس رئيسية، اللي هي واحد، وجود مجموعة من القواعد والأنظمة القانونية المكتوبة التي تحكم أنشطة العمل وتصرفات داخل المنظمة. هاي هي بنعتبرها الأساس الأول أو يعني البيس الأساسي الأول. هلأ في عنا كمان اللي هو الأساس الثاني، اللي هو الخضوع لمبادئ التنظيم، يعني ممكن يكون في عنا هذا الأساس بشكل كبير مهم جدا نطبقه. وآخر أساس وبعده يعني إن شاء الله راح نتلقى الاستفسارات والأسئلة عن المقرر، اللي هو أخذ النموذج بين قوسين الشكل الهرمي الذي تقل السلطات والمسؤوليات في أسفله وتزيد كلما تم الاتجاه إلى الأعلى. مقصود في أنه السلطات والمسؤوليات في الأسفل بتكون قليلة وبتزيد السلطات والمسؤوليات كلما زاد اللي هو المستوى الإداري الموجود عندنا. هيك احنا بنكون خلصنا هاي المادة العلمية موجودة عنا. بالتالي هلأ كل شيء موجود عندكم اللي هو المحاضرات المسجلة
في هذا الموضوع اللي هو التنظيم. هلا بنفتح مجال الأسئلة والاستفسارات، تفضلوا. تفضلوا، أي سؤال؟ أي سؤال، أي استفسار؟ تفضلوا يا اخوان، اي سؤال، اي استفسار؟ تفضلوا، أي سؤال، أي استفسار عن المادة، عن المحتوى العلمي، أي توضيح؟ السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ. تفضل، ممكن في عند في إشكالية. تفضل. نعم. نعم، هلا زي ما حكيت لك انه ما في عدد معين، برجع حسب اللي هو المعايير اللي شفناهم احنا. ما في شيء يعني، هو لا، هو ما في عدد، هلا في عندنا كراتيريا معينه، في عندنا معايير هي اللي بتحدد الشيء المناسب، يعني منها على سبيل المثال اللي هو قدره المدير، يعني شخصيته، كمان طبيعه العمل،
يعني عندنا أكثر من معيار هي بتحدد الإشي المناسب. ما هو هلا يعني هلا حكينا ما في عندنا عدد معين، احنا في عندنا المعايير هاي هي اللي بتحدد. بس هلا على سبيل المثال اذا كان في 20 والامور ماشيه تمام، ممكن احيانا يكون في 5 ولكن الامور مش ماشيه بشكل يعني في مصلحه العمل، يعني ما في اشي محدد. الله يعافيك، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. الله عليكم السلام. هلا ان شاء الله الاختبار الفصلي راح يكون اللي هو اول 4 فصول. الو، نعم لنهاية اللي هو التنظيم، نعم اول فيرست اللي هو يعني اول 4 شباتر. هي ان شاء الله راح تكون قريبة اللي هو من الواجبات، زي أسئلة الواجبات قريبة منها، يعني نفس النمط راح يكون في تشكيل. يعطيك العافية. أهلا، ألو، تفضلي. يعطيك العافية، تفضلي تفضلي. هلا احنا راح نعتمد كتابنا اللي هو الكتاب المعتمد اللي هو الإدارة العامة لأسس الوظائف نعم الكتاب اللي هو الدكتور سعود بن محمد النمر. نعم لا بالموجود بالمكاتب موجود، توقع بجرير موجود، بالأبيكان موجود، يعني الكتاب متوفر. يعطيك العافية، عفوا، أهلا. الله يعطيكم العافية ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي معكم في محاضرات قادمة. يعطيكم العافية وشكرا لكم، السلام عليكم.